السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي طلاب الصف الثالث الإعدادي. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتكملة الدرس الأول، وهو الذي كان درس القسم الأول من عنوان الأنماط المعيشية في سوريا. تكلمنا عن الأنماط المعيشية والتي تم تقسيمها على أساس تعدد المناطق التضريسية وتنوع المناخ. فتم تقسيم سكان سوريا طبعا أنماط معيشتهم إلى البدو والحضر، طبعا الحضر يقسمون إلى سكان الريف وسكان المدن. طبعا يتناقص عدد سكان البدو بسبب تشجيع الدولة لهم على الاستقرار ويضاف إلى تحولهم للعمل بالزراعة. طبعا تكلمنا عن سكان الريف والذين هم يعملون بالزراعة وتربية الحيوان، وأعدادهم تتناقص بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة. بالمقابل سكان المدن يعملون بالصناعة والخدمات ويزداد أعدادهم إذا نفسها بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن أهم المدن في سوريا. نلاحظ سوية هذه الخريطة. هذه الخريطة تمثل المدن السورية، أهم المدن السورية. طبعا هذه التقسيمات إدارية، هذه الخطوط تقسيمات إدارية للمحافظات السورية. طبعا سوريا تقسم إداريا إلى 14 محافظة، طبعا المحافظات الشمالية، المحافظات الشرقية، المحافظات الجنوبية، المحافظات الساحلية والمحافظات الوسطى، أليس كذلك؟ لاحظوا طبعا المحافظات، نبدأ المحافظات الساحلية اللاذقية طرطوس. هذه لاحظوا هذه موقع طرطوس وهذه موقع مدينة اللاذقية. طلابنا نحفظ مواقع المدن، هنا طرطوس هنا اللاذقية، طبعا تقع هنا هذه اللاذقية وهذه طرطوس. الشمالية هذه محافظة إدلب، هذه مدينة إدلب وهذه حلب، تمام؟ هذه المحافظة نعم، وهم مكتوب حلب، يعني محافظة حلب، أراضي حلب كمدينة، مركز محافظة هنا تقع مدينة حلب. الرقة تقع طبعا مدينة الرقة هنا على سد الطبقة أو الثورة، هنا مدينة الرقة. دير الزور، لاحظوا هذه مدينة دير الزور، مركز محافظة لمحافظة دير الزور. هنا الحسكة تقع هنا، الحسكة هنا في التقاء هنا الطريقين أو الأنهار الخابور، هاي مدينة القامشلي. الوسطى هذه حماة، هذه محافظة حماة، محافظة حمص، لاحظوا حماة حمص. طبعا هي أكبر المحافظات السورية مساحة، حمص محافظة حمص هي أكبر المحافظات السورية مساحة بالمساحة. عندنا مدينة دمشق، هذه هي العاصمة دمشق، لاحظوا هذه الزبداني القابون إلى آخره. المحافظات الجنوبية عند السويداء جبل العرب درعا، وعند القنيطرة هنا القنيطرة. طبعا أهم المدن السورية هي مدينة، من يقول لي؟ دمشق. مدينة دمشق هي، من يقول لي؟ هي العاصمة، هي عاصمة سوريا مدينة دمشق. دمشق هي العاصمة السياسية طبعا، وهي أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، يعني منذ أن صار عندي ما يسمى بالدولي، مصطلح الدولي، وأصبحت مركز محافظة عاصمة دولي، إلى الوقت الحاضر هي أقدم عاصمة مأهولة. كثير من العواصم اندثرت أو تحولت من مدينة إلى أخرى، إلا مدينة دمشق هي أقدم عاصمة في التاريخ. طبعا تقع في غوطة سميت باسمها غوطة دمشق، غوطة دمشق. طبعا تقسم إلى قسمين، حالها كحال المدن السورية، قسم قديم وقسم حديث. القسم القديم فيه من منكم ذهب إلى مدينة دمشق؟ حد منكم راح على الشام؟ رحت يا غزالي على الشام؟ أستاذ أنا كنت عايش بالشام. تمام، رائعة جدا الشام. رحت على الجامع الأموي؟ أكيد. أستاذ والسوق شنو السوق المشهور؟ الأسواق نعم، سوق الحميدية، أستاذ السور، السور دمشق، قلعة دمشق، إضافة إلى قصر العظم. حقيقة دمشق القديمة، يعني من القسم القديم دمشق، من الأماكن التراثية في سوريا. طبعا القسم الحديث طبعا هو القسم المتطور، يتميز بشوارعه العريضة مثل ما ذكرنا وأبنيته الطابقية طبعا، وهي مركز صناعي كذلك مدينة دمشق. إذن هذه هي مدينة دمشق. لاحظوا هذه صورة مدينة دمشق. طبعا هذا البنك المركزي، أنا ما أظن البحرات على ما أظن، هذه دوار. لاحظوا هذه صورة لمدينة دمشق.
طبعا اذا هي اهم المدن السوريه وهي العاصمه السياسيه وهي اقدم عاصمه ماخوذه. اذا هذه هي مدينه دمشق. المدينه الثانيه لاحظوا على الخريطه على الصوره يا طلابي الشايفين قلعه حلب. لاحظوا اذا احسنت اذا لاحظوا هذه هي قلعه حلب. لاحظوا هذه القلعه وهذه مدينه حلب. لاحظوا على كبر مدينه حلب. لاحظوا على المساحه الكبيره. يعني الصورة ما أخذنا كامل مدينة حلب، جزء من مدينة حلب، ولكن لاحظوا يقع في وسط مدينة حلب القلعة وهي عاصمة سوريا الشمالية، حاضرة المنطقة الشمالية. وهذه المدينة تقع عند ملتقى الطرق التجارية طبعا، وهي مركز صناعي هام جدا، وهي طبعا مركز صناعي الأول في سوريا، إضافة إلى فيها مركز ثقافي، فيها جامعة هي جامعة حلب، وكذلك دمشق فيها جامعة دمشق. إذا هذه هي مدينة حلب. لاحظوا الطلاب شايفينها؟ نعم أستاذ. هذه القلعة. نعم هذه هنا مدخل القلعة. لاحظوا هنا خندق، هذا خندق يحيط قديما لحماية القلاع، يحفرون خندق يحيط بالقلعة. إذا سيف الدولة الحمداني، أبو فراس الحمداني إلى آخره. إذا هذه هي مدينة حلب. من يقرأ لي مدينة دمشق طلابي؟ نعم أستاذ. أنا أستاذ. نعم يا أحمد. نعم يا أحمد. دمشق العاصمة وهي أقدم عاصمة مأهولة. يعني مسكونة. مأهولة. يعني مسكونة. مأهولة تقع وسط الغوطة، يضم قسمها القديم الجامع الأموي والقلعة والأسواق. أما قسمها الحديث فيضم الفعاليات الثقافية والصناعية وبقيام فيه ويقام فيها معرض دمشق الدولي. أستاذ أحمد شكرا جزيلا. عبد القادر اقرأ حلب. حلب حاضرة شمال سوريا في موقع متوسط عند ملتقى الطرق التجارية متوسط القلعة حيث الأحياء القديمة. تعد أكبر المراكز الصناعية فضلاً عن كونها مركزاً ثقافياً. أحسنت عبد القادر شكراً. إذن هذه مدينة حلب. هذه من يقول لي هذه المدينة؟ لاحظوا هون الساعة، شايفين الساعة؟ حمص مشهورة طبعاً. حمص طبعاً كل مدينة سورية مشهورة بمعلن يدل عليها طبعاً. هذه هي الساعة، ساعة ثقافية حمص. طبعا هذه المدينة تقع وسط سوريا، تقع في منتصف الطريق بين البادية والبحر المتوسط، وبالتالي عقدة مواصلات. فيها جامع مشهور جدا هو جامع خالد بن الوليد رضي الله عنه، حيث دفن خالد بن الوليد رضي الله عنه في مدينة حمص. طبعا يوجد فيها جامع خالد بن الوليد، وفيها جامعة هي جامعة قديما كانت تسمى جامعة البعث، حاليا يسمونها جامعة خالد بن الوليد. الكتب في مناطقنا. إذن هذه هي مدينة حمص. عفوا نعم من يقرأ؟ أستاذ أنا. مريم. نعم أستاذ. شايفكم طلابي، شايف كل طلابي. حلب. أنا. يلا يا حلب. مدينة حمص تقع وسط سوريا بين الأبادي والبحر المتوسط وثقافة فيها جامع خالد الوليد وجامعة البعث والصناعات ردي. شكرا جزيلا حلب. إذا هذه هي مدينة حمص. إذا تقع وين؟ تقع وسط سوريا بين البادية، عفوا البادية والبحر المتوسط. عقدة مواصلات، مركز صناعي، فيها جامع خالد بن الوليد وفيها جامعة البعث، ويقام فيها العديد من الصناعات خاصة صناعة الإطارات. المدينة الرابعة لاحظوا ماذا تشاهدون طلابي؟ حمام. هذا هو نهر، هذا هو نهر العاصي، وهذه نواعير. لاحظوا هنا يتم رفع الماء من خلال النواعير قديما لري الأراضي والبساتين والحصول على مياه الشرب. ف
فمدينة المشهورة جدا بالنواعير هي مدينة حماة، وسميت بمدينة النواعير. طبعا تقع على نهر العاصي، فيها صناعة مشهورة جدا، صناعة القضبان الحديدية، وهي سوق مهم بين البدو والحضر. إذن سوق المنتجات، تبادل المنتجات ما بين المدينة وبين البادية أو البدو. إذن هذه هي مدينة حماة. حماة مدينة النواعير تقع على نهر العاصي في منطقة زراعية قامت فيها صناعة القضبان الحديدية، تعد سوقا مهمة بين البدو والحضر. أحسنت. إذن هذه هي مدينة حماة. المدينة الأخيرة في سوريا، ماذا تشاهدوا طلابي؟ نهر أستاذ هادي. بحر. بحر. البحر المتوسط. اللاذقية. هذه نهر الكبير الشمالي. هذه اللاذقية. هذه اللاذقية. هذا البحر المتوسط. هذا هو البحر، وهذه اللاذقية، هذا الكورنيش. تمام. إذن هذه هي مدينة اللاذقية. إذن هي مرفأ سوريا. لما مرفأ نقول مرفأ يعني ترسو فيها السفن. هي مرفأ سوريا الأول، طبعا بعدها تأتيني مدينة طرطوس، تقع شمال مصب نهر الكبير الشمالي، فيها طبعا صناعات كثيرة، خاصة صناعة التبغ مشهورة جدا مدينة اللاذقية. فيها جامعة، هي جامعة تشرين، اسم جامعتها جامعة تشرين، حاليا يسمونها في كتبنا يسمونها جامعة الحرية، جامعة حرية. إذن هذه هي مدينة اللاذقية طلابي. اللاذقية ولا طرطوس مرفأ سوريا الأول؟ هلا مرفأ سوريا الأول هي اللاذقية. اللاذقية حقيقة. نعم يا رنا. نعم أستاذ. اللاذقية مرفأ سوريا الأول، تقع شمال الكبير الشمالي في منطقة زراعية قامت فيها نشاطات صناعية وتجارية عدة، فيها جامعة تشرين أو جامعة الحرية. مدينة إدلب، من يتكلم؟ أين تقع مدينة إدلب؟ بالشمال السوري أستاذ. شمال سوريا، شمال سوريا. تقع في منطقة زراعية مشهورة بزراعة الزيتون، الظهير الزراعي الزيتون. فيها جامعة، إيش فيها جامعة؟ جامعة إدلب، جامعة إدلب. الصناعات، صناعة الغزل والنسيج، وفي عندنا صناعة الكونسروة أو تعليب الفواكه. هذه مدينة إدلب. في عندنا مدن أخرى، في مدينة الحسكي. مدينة الحسكي تقع شمال شرق سوريا. هذه هي مدينة الحسكي، هنا تقع شمال شرق سوريا. من المدن الأخرى مدينة دير الزور تقع شرق سوريا. هذه مدينة دير الزور. في عندنا مدينة درعا تقع في جنوب سوريا. في جنوب سوريا ما بين السويداء والقنيطرة. إذن هذه أهم المدن سوريا. تمام طلابي؟ تمام أستاذ. تمام أستاذ. تمام طلابي. تمام أستاذ. طلابي بذلك انتهى درسنا لهذا اليوم. تكلمنا أستاذ بخزة، خلينا على أول شرحتين. نعم، تكلمنا فيه عن المدن السورية، وتكلمنا قبله عن أنماط المعيشية في سوريا.